نتحدث عن مصر البلد الأكثر سكاناً في العالم العربي. سألنا الشارع هناك عن رأيه بمقاطعة المنتج الغربي في ظل الحرب على غزة. نتابع الآراء ونناقشها مع ضيوفنا من مصر. الأمريكية والإسرائيلية كله يعني يعتبر 3/4 الشعب المصري مقاطع ما بيشتراش، فياريت كلنا نقاطع. طبعاً قطعت المنتجات الأمريكية، وده واجب على كل مواطن فينا مصري هنا، ان اخواتنا في فلسطين كلهم بتموت، واحنا بنشوف ان هو اللي بيساهم ان هو يشتري حاجات المقاطعه دي دلوقتي بنعتبره ان هو يعني ما عندوش انتماء، ما عندوش نخوه. طبعا قطعت كل المنتجات الامريكيه، او مش الامريكيه بس، كل البلاد اللي هي بتساهم او بتدعم الناس اللي بتقتل اخواتنا في فلسطين. مش المقاطعه بس هي الاساس، يعني انا ما بتكلمش، انا ممكن اقاطع، ممكن غيري لا، ممكن واحد عنده وعي، ممكن واحد ما عندوش وعي، تمام، ولكن الواحد يعني زي ما تقول ايه، بقدر الامكان ان هو بيقدر يقدم مساعده، ولو كانت وجدانيه او روحانيه من عنده او حاجه طالعه من قلبه. احنا ما نقدرش برضه نقول لهم ان هم يسيبوا شغلهم، كل واحد عنده مسؤوليات وعنده حاجات، بس لو حد لقى بديل احسن في شركه مصريه وفي نفس الوقت مش هتاثر على معيشته، فيبقى احسن له ان هو يعمل كده. في منتجات مصريه ظهرت الحمد لله في السوق كويسه يعني، والجوده اذا كان مش قوي بس برضه كويسه يعني الحمد لله.